عين تيني بالقرآن جريمة بحق نفسك بعدك عايش وما ماكل يم أطيب وأقدم تمن ومرق بالشورج لأن طعم الفاصولية والتبسي والقيمة والقوزي والكباب يسلم على باب القلب وحتى طرشان عندهم بس ما عرف تحبوها لو لا وياكم السندباد وهذا اقبال ومحبه الناس لهم اما لبنهم اللي بالليمون وبهالحار الطعم عالم ثاني نقول بسم الله واللوج الطعم يعدل ام المخيخ يم 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 وناخذ مجعه من اللبن وعدهم لحم غنم ابو اللمعه يقص ويشيش ويشوي حتى نرتوي ب 3000 دينار فقط